شهد العميد حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية صباح اليوم الملتقى السنوي لتكريم الموظفين واللجان وفرق العمل والشركاء المتميزين الذي نظمته الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة تحت شعار لأنكم متميزون، وذلك تقديرا لجهودهم الكبيرة التي بذلوها في تنفيذ مهام عملهم على أكمل وجه في العام الماضي 2015. يأتي هذا التكريم انطلاقا من حرص قيادتنا الشرطية في تحفيز وتشجيع المتميزين العاملين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الأداء في العمل ليصبحوا عناصر فعالة في هذا المجال. في حقيقة الأمر أثلج صدورنا هذا التكريم، شمل المتميزين في الإدارات العامة مؤسسات العقابية والإصلاحية في جميع إمارات الدولة، وأنا أشاكر وزارة الداخلية على تكريمهم. نلتقي في هذا اليوم المتميز تكريما لكافة العاملين في المؤسسة على إنجازاتهم وإبداعاتهم في العمل. هذا اليوم حفل تميزت فيه الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية، كما أهنئ وبارك اللجنة المنظمة على تميزهم في هذا الحفل. نوجه شكري وتقديري لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لجهوده المبذولة لدعم الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاح. تكريم المتميز يهدف إلى تشجيعه وارتقائه في عمله، بالإضافة إلى التنافس بين الموظفين الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية في العمل. هذا الملتقى هو يعني دعم كبير وحافز كبير للشباب المتميزين على أساس أنهم يقدمون اللي عندهم ويقدمون أفضل وأفضل كذلك في المرات القادمة، وهذا ما تسعى عليه وزارة الداخلية طبعا وكذلك قيادتنا الرشيدة. هدف التكريم هو خلق روح التنافسية بين موظفين الإدارة العامة المؤسسات العقابية وموظفين المؤسسات على مستوى الدولة. أشكر القائمين على هذا التكريم اللي هم جماعة المؤسسات العقابية والإصلاحية، تكريم متميز ويشرفني أكون واحدة من المتميزين، وأشكر لهم التعاون الدائم لتقديم الأفضل دائما. هذا التكريم وكان سواء كان على مستوى الموظفين أو كان على مستوى الشركاء شيء مهم للخطوات الاستراتيجية بما يتعلق في تطوير منظومة إصلاح وعملية الإصلاح بشكل عام. طبعا الملتقى يسهم في تكريم المتميزين والمبدعين في كافة المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، والمساهمة في الهدف الأول لوزارة الداخلية وهو تحقيق أو تعزيز الأمن والأمان في كافة القطاعات الأمنية. أبارك لكل المنتسبين اليوم منتسبي المؤسسات الإصلاحية والعقابية، وفخورين في أدائهم وعطاهم اللي قدموه خلال الفترة الماضية، والتكريم هو نوع من أنواع رد الجميل لكل المنتسبين.